اللطف الخفي بالسيد جعفر الحلي. الشعر أمر متعب ومنهك لما فيه من التزام بقواعد عمود الشعر كجزالة الألفاظ وشرف المعنى وغيرها، حتى قال الفرزدق عليه الرحمة ذات مرة: تمر علي الساعة وقلع ضرس من أضراسي أهون علي من كتابة بيت من الشعر. ولكن حينما يصل الأمر إلى السيد جعفر الحلي نراه كسر هذه القاعدة بشكل غريب. ينقل السيد جواد شبر في موسوعته أدب الطف: ذات مرة في شهر محرم الحرام دخل السيد الحلي إلى صحن أمير المؤمنين عليه السلام والناس بين باك وباكية، فأخذ ينظم قصيدته الشهيرة: وجه الصباح علي ليل مظلم وربيع أيامي علي محرم، فأتمها خلال ساعتين فقط بأكثر من 70 بيت من الشعر وفقا لقواعد عمود الشعر. ترى أي لطف أحاط بهذه القصيدة وبصاحبها حتى أتمها بهذا الشكل وبهذا الكمال؟ وللعلم تقرأ هذه القصيدة في أكثر من يوم في 10 محرم، وعلى وجه الخصوص في الليلة 7، لما فيها من وصف لشجاعة العباس عليه السلام، حيث قال السيد الحلي: عبست وجوه القوم خوف الموت والعباس فيهم ضاحك متبسم، قلب يمين على الشمال وغاص في الأوساط يحصد في الرؤوس ويحطمون.